المشكل اللي عندي في اتحاد البيضاوي ومع السيد الرئيس بالذات هو ان هذا السيد هذا من نهار اللي جيت هذه شهرين والسيد ما حملنيش وكيدير لي شي حركات وشي حوايج اللي ما تقبلهمش، قذفني وسبني ومرغ لي كرامتي تف الارض كيما بغى الخاطر ورد محني بزاف. هاد السيد هذا بالاضافه الى هاد الشيء دابا ولا كيقول لهم هاد السيده كتدخل لينا في الخدمه ديالنا، وبلي انا خويا كندخل لكم في الخدمه ديالكم، اذا انت غير كف باش تسير حيد خلينا نسيرو. الا كنتي انت كتعرف غير تبيع وتشري الدراري ديال الطاس، الناس اللي جابوا لك وبعتيهم وكدير دابا ما بغيتي، حيد خلينا نديرو حنايا خدمتنا، خلي ولاد الحي محمد يجي يخدموا في الطاس. راك انت ماشي ولد الحي محمدي وعمرك ما كنتي، والجنسية لا تعطى ولا تؤخذ، جنسية الحي محمدي بحال الجنسية المغربية لا تعطى ولا تؤخذ بل تورث، وانت لا علاقة لك بالحي محمد وعمرك ما غتكون. فحيد خلي الناس يجيو يخدموا، هادشي اللي كنعرف. كيقول لك بان الكومبلكس ديالو ديال الطاس، الكومبلكس ما ديال حتى شي واحد، الكومبلكس معلمات تاريخية ديال الدار البيضاء، معلمات ديال المغرب، معلمات ديال المجموعة الحضارية ديال الدار البيضاء، التسيير ديالها تحت لواء ديال المقاطعة عين السبع، وعند الحق اي فرقة كفرقة انها تدخل وتلعب فيه، تجيب الترخيص ديالها تخلص الرسوم ديالها وتدخل تلعب. اي فرقة في المغرب عجبها الحال كتجي. كيقول لك على اننا حنايا ما كنعطيوش الفرصة باش يتريني، حنا ما كنحبسوش، حنا كيتريني في الصباح وفي العشية. كيقول لك الفئات الصغرى، حنا عطينا الفئات الصغرى التوقيت ديالهم شحال هذه بلي الله جيت، الفئات الصغرى شد الوقت ديالهم وعطاه لهذوك الناس الفئات الكبرى، عطاه للناس اللي عندهم معاهم البيع والشراء. اما انا عمرني ما منعت الفئات الصغرى باش يدخلوا ويتريني، وعمرني ما منعتهم، عمرني ما كنت كنمنعهم، انا عطيتهم الاربعاء والجمعه صافي لونطون. وبلي كيجوا عندي لي بانك يقول لي ولاد علاش راه عندهم الوقت ديالهم، حنا عاطينهم الوقت ديالهم، شوفوا مع الرئيس اللي بغاش يعطيهم الوقت ديالهم ماشي حنا، حنا عاطينهم الوقت، الوقت ديالهم كيدخل فيه فئات اخرين، كيدخل فيه الناس اخرين ماشي حنا. كيقول لك الجمعيات كيدخلوا للتيران كيترينيو، على الكومبلكس محدود غير على جمعيه الطاس، على نادي جمعيه الطاس؟ لا، راه الكومبلكس راه ديال الجمعيات كلشي ديال الحي محمدي عين السبع وديال المغرب كلهم، الا بغاو يجيو يترينيو مرحبا بهم، ما كنمنعو حتى شي واحد. من غير الكلام ديال شاد اللحام غلاضيتي كلك شحمه، كيشوف فيه شي شوفات اللي اي مراه تعرفوا بانهم ماشي شوفات سليمين، اي انسان غيعرفهم هذوك الشوفات ماشي طبيعيين. يعني كيضرني بزاف، وانما جولينيور كنقول راجل كيهضر عادي كندوز، ولاني داكشي اللي دار لي نهار الجمعه بسبه لا سبه تكرفست. نهار الجمعه اللي وقعت فيها المشكل قال لي شتي انت راك غطيري من هنا، حيت ما قدش يوصل للرئيس ديالي بغى يدخل من مسائل انتخابيه، انا لا علاقه لي بالانتخابات باش نكون واضحين، هو باش بداها لي الرئيس ديالك انتخابات والله لنجح، وانا لا علاقه لي بالانتخابات، انا داكشي بعيد عليا، انا موظفه كنتبع الاوامر ديال الرؤساء ديالي، من ضمنهم رئيس المقاطعه اللي كتعتبر الشاف ديالي، ومن ضمنهم المدير المقاطعات ديالنا. يعني انا ما لا علاقه لي به، ما عنديش علاقه به، انا كنتبع الاوامر اللي كيتقالوا، كنطالب بحقي حيت انا رفعت دعوه قضائيه وما غنتنازلش، حيت انايا الناس اللي غايجيو يدخلوا عليا كون دخلوا عليا نهار الجمعه، وكون جاو دخلوا عليا نهار السبت، وكون جاو دخلوا عليا نهار الحد. اما انا دابا بلي حطيت المسائل القانونيه ومسائل قضائيه ما بقيتش غنتنازل. وبالاضافه الى ذلك انا ماشي دريه صغيره، انا هاد السيد تعدى لي ماشي غير على شرفي، تعدى على شرف المغربيه كلشي، واي مغربيه حره ما غاديش تخليني نتنازل، اي امراه حره غتقول لي الا تنازلتي اذا انت كتفلي علينا، وانا ما غاديش نتنازل، ما غاديش نتنازل، ما غاديش نتنازل.